السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. In the end, it doesn't even matter. هاي الكلمات اللي قالها إيلون ماسك، وهي غنية للينكين بارك. فشباب، بالنسبة لبيتكوين، خلونا نشوف شو تطورات الوضع. طبعا نرجع، احنا سيبكم من الكلام الفاضي، إيلون ماسك وإيلون بطيخ. بس إيلون ماسك قلنا لكم ما كان عم يكذب، وكان عم يحكي عن هبوط الأسواق، عم يحاول يعطي تنبيه للأسواق. نهائيا ما كان عم يكسب الرجال، لأنه نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي يلي احنا بنعرفها قبل وقت، هذا هو لساته معنا الفيديو من قيمتين 31/5، يعني اليوم 6 أيام مضى على هذا التحليل. فحاليا موقعنا احنا، عشان تعرف انت موقعك فين، في ناس بيسألوا لي شلون بدي اعرف موقعي وين، عشان تعرف انت وين موقعك بالخارطة الطيفية للبيتكوين. طبعا وفق الموديل اللي مقترحه برنامج الذكاء الاصطناعي، اللي بقول مرة تانية مو شرط يكون صح، نحن عم نتابع جودة التحليل تبعه. فعندك يوم 2/6 قمة، خلاص هي حققناها، وعندنا بعد منها اتجاه هابط حتى 6/6، وحكينا الضلع 6/6 ممكن يكون امتداده تحت 27/5. فحاليا طالما انت الترند معك لساته هابط، فانت لساتك متجه باتجاه القاع تبع 6/6. لما تبلش تطلع ويلف الاتجاه ويتحول معك، فانت خلاص عملت القاع، تمام؟ فعشان تعرف انت وين الموقع تبعك، تمام؟ طيب، النقطة الثانية، الملاحظة اللي بدي أقولها بالنسبة لهي النقطة 13/5، تمام؟ لاحظوا إن البيتكوين ما عمل قمة فوق 13/5، تمام؟ فشو السبب؟ السبب بكل بساطة نقطة يوم 13/5 إحنا ما بنعرفها وين هي، يعني 13/5 جاي بالنص، ممكن بعد 3 أيام إجت، لأنه في عندنا فترة سماحية. ممكن اجت هون عند 18، تمام، عفوا، ممكن اجت هون عند 16 او عند 17. فنحن بشكل دقيق ما فينا نعرف وينها، فلذلك يفضل الاعتماد على القمم والقيعان، لانه بتكون واضحة. يعني هون عندك قمة يوم 8 واضحة، يوم 2/6 قمة واضحة، يوم 27/5 قاع واضح، يوم 6/6 المفروض يكون قاع واضح. فنحن ما حنعتمد على نقاط المنطقة، طيب، اللي هي نقاط المنتصف، اللي هي ما هي واضحة. القمم والقيعان على الأغلب بتكون واضحة وين هي، فهي هي حنعتمد عليها. السؤال الآن، طبعا عم بشوف محللين مثل الأخ الفاضل هون، الترند يعني بالنسبة للمحللين الفنيين، الشباب خلاص توقفوا عن وضع النماذج الفنية، إنه كلها فاشلة. بكل بساطة واتكلنا بهي المنطقة وإن الماركت ريبلاي، واتكلنا بهي المنطقة، كان المحللين الفنيين يمسكوا لك خط ترند هيك، خط ترند هيك، ويقول لك هذا نموذج مثلث، فلازم يتم الاختراق لفوق، تمام؟ طيب، فلو عملنا ريبلاي للشموع، هذا مثلث لازم يتم اختراقه لأعلى حسب كلامكم. تم اختراقه، اختراق، رجعنا هبطنا. فواضح ان هذا مثلث فاشل، هذا مثلث فاشل. فخلاص شباب، لبقى ترسموا لنا خطوط الترندات والكلام الفاضي هذا كلاته، هذا كلاته التحليل الفني فاشل فاشل فاشل. طبعا بحكي هذا الحكي لمصلحتكم، حتقولوا لي طيب احنا ما عندنا الا خطوط الترندات نرسم فيها، ما في عندنا الا هي الطريقة، يعني ما في عندنا شيء تاني بديل.
شو بدنا نستعمل. إذا ما استعملنا خطوط الترندات خلاص لا تستعملوا أي شيء، خليكم على الإحساس تبعكم، أرحم من خطوط الترندات. يعني أول مرة عملتوا لنا خط ترند هون وقلتوا لازم يتم الاختراق لفوق، تمام، اخترق ليكو هذا اختراق هون بهي المنطقة، وما طلعنا وما حلقنا، رجعنا غطسنا مرة تانية. هلا حترجعوا ترسموا لي خط الترند هون اللي هو هذا، هو خط الترند هاد، تمام، ممكن يرجع بسبب وجود القاع تبع ستة، ممكن نرجع لهي المنطقة بعدين نرجع نرتد لفوق. فحاليا هو مخترق خط الترند تبعكم اللي انا لا اؤمن فيه، كلاته كلام فاضي وتعليق فاضي. فممكن نرجع نهبط لهون، يرجع يغير اتجاهه ضمن منطقة التداول الجانبي، وممكن نشوف هبوط عميق. فأنتوا الاحتمالات مفتوحة قدامكم، يعني إذا استعملت هذا الخط أو ما استعملته النتيجة هي نفسها، فهذا الخط ما حسم لي أي نتيجة، تمام. ممكن تتحول هاي لمنطقة تداول جانبي، تحول هي لمنطقة تداول جانبي ونضل فيها فترة طويلة من الزمن. هل انتم عندكم ضمانات باستخدام هذا الخط؟ لا، لسه بيقولوا لك خط ترند وخط بطيخ، كلاتهم اثبتوا فشل هون. اللي هذا النموذج شو فادك بشو؟ المثلث اللي انت عملته، او هذا هو مو مثلث، هو بوق، بس حنقول مثلث تجاوزا. فهذا شو فادك؟ تمام، ما هو مثلث صاعد وتم الاختراق لفوق ورجعنا هبطنا لتحت. فشو بشان الوضع؟ فملاحظين ان التحليل الفني ما عم يقدر يحسم الموضوع لصالح احد الاتجاهات. فحاليا بالنسبة للسوق رجع ارتد، طبعا هذا بسبب مؤتمر ميامي، بسبب حماسية الناس للبيتكوين، ولكن بالنسبة لإيلون ماسك كان عم يوجه لنا رسالة. وإيلون ماسك للتنويه أكيد ما هو شخص غبي، أكيد شخص بيعرف شو بده يعمل، أو بيعرف شو على الأقل عنده معلومات ما متوفرة لصغار المتداولين. فلسه البيتكوين إذا لم يكسر هاي المنطقة، هاي المنطقة تحديدا، تمام، هاي المنطقة، فلساتنا ما في عنا هبوط. 43,180 أو 43,300 لساتنا ضمن الدومين الهابط. هذا التصحيح لا يمكن بناء عليه أي عملية شراء، تمام. لساتنا ضمن الإفكت تبع قمة يوم 8، لساتنا متجهين لتحت. فإما هي حتوصل لدعم قوي مثل هاد، أو حتطلع وتخترق هذا الكلام كله 43,180 ويشترط أن تخترقه بعزم قوي، يعني شمعة واحدة لازم تنهي الموضوع لفوق، أو شمعتين ماكسيموم بتكون كاسرة هذا المستوى. أما صعود بشموع متعددة ومومنتوم ضعيف، هذا بيضل بيرشح السيناريو الهابط، تمام. بالنهاية هذا بالنسبة للتحليل الفني عم نحكي. بالنسبة لنا بالنهاية احنا عم نستنى تكون قاع يوم 6، القاع حتى الآن هذا ليس تكون إلى هذا القاع، هذا الصعود اللي شايفينه هذا ليس تكون للقاع. القاع امتى بيتكون؟ اما بيكسر مستوى مقاومة مثل هاد، او بينزل لتحت، بيهبط، بيعمل اتجاه جانبي اذا صار هبوط بعزم قوي، تمام، بيعمل لك هون منطقة تجميع صغيرة وبيطلع. ساعتها بتعرف انه هذا هو القاع تبعك، عشان تعرف القاع وين هو. طبعا احنا حسب برنامج الذكاء الاصطناعي عرفانين اوريدي انه عنا هبوط، عرفانين اوريدي انه عنا قاع يوم 6، انه عنا تصحيح بعدين. الصعود هاد حيكون تصحيح، ما حيكون طلعة باتجاه، يعني لا تتوقعوا هذا الصعود يكون قوي القادم. يعني إذا بتعرف تخلص محفظتك بهذا الصعود يبقى أنت أنجزت إنجاز عظيم، تمام. حتى الآن المومنتوم ضعيف، العزم ضعيف جدا للبيتكوين. خلينا نشوف عملات تانية. خلصنا من البيتكوين، فأنت علامة تكون القاع، ما حينزل يهبط لهي المنطقة، يعمل لك شوية كم شمعة هيك على فريمات صغيرة الساعة، بعدين يكسرها ويطلع لفوق، فأنت نقطة دخولك هي الكسر. أو هلأ مباشرة بده يعمل شمعة أستبعدة، يعمل شمعة صاعدة قوية تكسر لك هذا المستوى، فهي منطقة التداول الجانبي. فهي علامات تكون القاع وعلامات نقطة الدخول. طبعا لاحظوا النقطة
انه البرنامج الذكاء الاصطناعي مصمم لرسم مسعرات البيتكوين، ما له مصمم لحتى يقول لك انه هل تكون القاع ام لا، هل تكونت القمة ام لا. فانت عندك حلين، اما تتابع البرايس اكشن او تستنى فترة زمنية طويلة، ممكن تستنى نهاية الشهر لحتى تعرف انه هذا قاع يوم 6/6، او تتابع البرايس اكشن مثل ما تابعنا البرايس اكشن تبع هاي القمة اللي تكونت تبع يوم 2/6 وعرفنا انه هي قمة. طبعا بالنسبة لهي القمة المفروض تكون موجة دافعة، تمام، المفروض انه تكون موجة دافعة. فحتى الان تقريبا حتى عزم الهبوط ضعيف، ولكن ما نعرف نحن التطور الوضع شو بده يصير. ممكن هلا بعد هي الشمعة ننزل نهبط لتحت، فما في عنا وثوقية حاليا بسلوك البيتكوين لحتى يتم كسر هاي المنطقة تحديدا. ساعتها بصير عنا علامات تأكيدية انه خلاص لحنا عملنا القاع النهائي تبعنا و it's safe to buy. ما عدا عن ذلك لساتنا بالدومين الهابط، لانه ليش الدومين هابط؟ لانه هي قمة يوم اثنين، لساتنا عم نكمل نواصل الهبوط لحتى نوصل للقاع تبع يوم 6، تمام. فحتى الآن الأمور لا تسير على ما يرام وليست الأمور جيدة. نفس الشيء بالنسبة للإثيريوم، الإثيريوم أوضح، لازم يكسر هاي المنطقة بشمعة قوية. عدا عن ذلك لساتنا بالدومين الهابط، وننتبه إنه هاي الموجة هي موجة دافعة بالهبوط، فممكن يكون يعطيك كم شمعة صاعدة بعدين ينزل يهبط بعزم قوي، تنتبه لهذا الاحتمال، تمام. طبعا سبب هذا الصعود اللي عم يصير هي ردات الفعل من مؤتمر ميامي تحديدا، وردات فعل المتداولين العاديين، زائد قرب حدوث موعد القاع. فحتشوف حركات مثل هيك، يعني تلاقي يهبط بشموع قوية يرد يرجع يصعد، يهبط يرد يرجع يصعد. فهذا سلوك عادي بتشاهده قبل تكون القيعان. وبالنسبة للقاع حيكون قاع أساسي تبع يوم 6. الشيء السيء انه بالصعود اللي حيصير بعد يوم 6 انه هو صعود تصحيح، ليس صعود بترند قوي. والشيء السيء بالموضوع، تمام، الشيء السيء بالموضوع شو يعني صعود بترند قوي؟ يعني ما حنشوف تحليقات للعملات مثل قبل لفوق وتعملنا أرقام قياسية جديدة، أستبعد الموضوع. وحتى لو عملت أرقام قياسية يمكن الإثيريوم يطلع على 5000 ماكسيموم يرجع يهبط، تمام. فما في عنا تحليقات، ولكن نقطة جيدة بقاع يوم 6 إنه هو القاع المفصلي، هو القاع الأهم على الإطلاق لسنة 2022. حتعرفوا معنا حكي بس لمر الزمن لقدام، هذا القاع هو أهم قاع على الإطلاق، لأنه حيكون بمثابة الصفر للبيتكوين أو بمثابة 3000 تبع البيتكوين. بعد من أي نعم حنطلع لفوق وننزل لتحت خلال سنة 2022، بس حيكون من الصعب كسر هذا الرقم اللي هو تبع قاع يوم 6، تمام شباب. فبس هذا كل شيء كان فينا نحكيه بهذا الفيديو. حتى الآن لم يتكون القاع، لا يوجد علامات على تكون القاع، علامات تكون القاع إما بكسر هاي المستويات أو إنه نهبط لتحت ونلاقي كم شمعة هيك اتجاه جانبي، أو نلاقي قمة صغيرة بعدين قاع بعدين يجي هون يختبر ويكسر لفوق. خلاص هون بتعرف إنه أنت علامة تكون القاع وهذا هو القاع تبعك وفيك تبدأ تشتري. بس حتى الآن الشراء بهي المنطقة هو خطير جدا، يعني مثلا على الإثيريوم عندك 67% هي المنطقة، تمام، فهي منطقة ليست سهلة. البيتكوين عندك هاي المنطقة 42.44. كمان بنصحكم شباب بهي الفترة ركزوا على عملات المنصات. شو يعني عملات المنصات؟ هي اللي حيكون عليها حتكون أداءها ثابت. لاحظوا عملة الأوكي بي، هي عملة منصة أوكي إكس، هي حيكون أداءها ثابت، يعني هي متوقع تنزل تهبط لهي المنطقة. طبعا هي تحليل كلاسيكي، بس مو الكلاسيكي اللي انتو بتعرفوه، هي تحليل كلاسيكي من نوع تاني درسته عند شخص أجنبي، تمام.
أو كنت أطلع أنا شو كان يشوف شو كان يعمل، فقلت له علم لي الطريقة تبعك، فعنده طريقة مميزة، فهون متوقع يهبط لهي المنطقة أول هدف، ممكن نجيب هذا الهدف الثاني. أوكي، ليش هاي المنطقة؟ بعدين بعمل لكم دورة بشرح لكم طريقة التحليل هي، اللي هي بتعتمد على الفوليوم وما بتعتمد على التحليل الكلاسيكي وخطوط الترندات، مع انه فيها خطوط ترندات بس ترسم على الفوليوم لا ترسم على السعر. تمام. طيب، هاي منطقة تداول جانبي واضح. طبعا هاي منطقة التداول الجانبي لو اكملنا هبوط لتحت حتكون منطقة مقاومة قوية جدا ورهيبة، إذا نزلنا تحت مستويات 29,000 حتكون عائق كبير بوجه السعر إنه يوصل لهي المنطقة مرة ثانية. بالعكس، في حال كسرناها لفوق حتكون دعم قوي جدا، حيلعب معنا دور بالأيام القادمة وفي العام القادم. وبالنهاية قاع يوم 6/6 هو أهم قاع على الإطلاق في عام 2022 2021، لأنه له امتداد ل 2022، حيكمل معنا، حيكون هو نقطة البيفوت الأساسي، حيكون الصفارة تبع البيتكوين اللي بصعوبة ممكن ينزل تحته. تمام. أصلا حتى ممكن يلعب معنا دور حتى سنة 2024 مو بس 22، هذا القاع بده يتكون يوم 6/6. بس anyway، فمثل ما قلت لكم هي علامات تكوين القاع، فلا حدا، تمام، هاي الحركات الصاعدة لا تفوت تشتري منها، استنى تأكيدات أحسن لك لحتى السعر يطلع لفوق. نفس الشيء بالنسبة للبيتكوين، نفس الشيء بالنسبة لأي عملة بتتخيلها. لساتنا بالدومين الهابط، مالي شايف حتى التوتال، شايفين؟ مالي شايف مومنتيوم عليه. نفس الشيء التوتال لازم يتم كسر هاي المنطقة تحديدا. ليش؟ لأنه هي مقاومة، هي مقاومة، هي مقاومة، فهي المنطقة ممكن يكون تداول جانبي لحتى يكسر 1.86 تريليون دولار، حتى نقول بالفعل لنا عودة للأب ترند. شوفي أشياء تانية نحكيها، شوف عملات تانية. إثيريوم كلاسيك نفس الشيء، ضعيف ضعيف جدا. إثيريوم كلاسيك لسه القاع لم يتكون، هاي هي القمة تبع يوم 2/6 اللي تكونت يوم 3/6. عملة الانجن نفس الشيء ضعيفة، محتاجين كسر مو بس هاي المنطقة، محتاجين كسر هاي المنطقة، لأنه هاي المنطقة هي اللي معدية فيها أكبر كمية دوم مقاومات، فمحتاجين كسر هاي المنطقة حتى نتحول على ترند صاعد ونقول هاي العملة حتحقق أرقام قياسية. نفس الشيء بالنسبة لإثيريوم كلاسيك، طبعا في نقطة معينة أنا عملت على حسابي أنا البيتكوين وقت ما كان هون، طبعا هي ليست توصية وأنت كل واحد حر يعمل اللي بده إياه على حسابه، بس عملكم أنا لحتى أخلص صفقاتي شو عملت، لأنه هذا سؤال كتير عم ينسأل. أنا هون بعد صعود هاي الشمعة وبعرف إنه عندي قمة تكونت، فتحت الفريمات الصغيرة هون، لما تم كسر هاي المنطقة لاحظين كم مقاومة كم دعم معدي عليها، قمت بايع الكميات تبعي كلياتها وطلعت من السوق. تمام. على المدى البعيد أنا ساعتني كسبان، على المدى المؤقت يمكن خسران شوي، بس whatsoever. ليش؟ لأنه أنا بدي أشتغل على عملة، مخطط إني أشتغل على عملة الـ OKB. فهي العملة لاحظوا طبعا طلعت من عملة الـ OKB هون بهاي النقطة، لأنه بعرف إنه أنا عندي قمة يوم 2/6 حسب الذكاء الاصطناعي. فشو حيصير؟ خلونا ندرسها كنسبة وتناسب. إذا هبطنا لهي المنطقة أضعف احتمال 21%. طيب، إذا بدي أرجع أطلع من هاي المنطقة وأشتري وبس لهي المنطقة، تمام، إذا فرضنا لهون 22%، ورجعت بدي اطلع لهي المنطقة مثلا، فهون حكون كسبان 48% او 50% من حسابي. فهون كون شو، حتى لو خسران 50% من حسابي انا عوضت الخسارة تبعي. تمام شباب، فبس هي الفكرة اللي انا اعتمدتها، فحاليا انا out of the market. بالنهاية انا ما عم بقولك تعمل مثلي، كل واحد حر بخياراته وباختياراته، بس هذا الشيء اللي عملته انا out of the market، يعني ما عندي وثوقية بالسوق،
في تخبط كبير، وإيلون ماسك بيطلع بيقول لهم بيتكوين هابط، مؤتمر ميامي بيقول فك إيلون ماسك. ف ما في وجهة نظر ثابتة بالنسبة للبيتكوين، توجهات عالمية، بالإضافة إنه التحليل عن طريق الذكاء الاصطناعي عم إلي هون قمة وهون قاع، فأنا حأستفيد من هذا الهبوط بحيث إني أخده بسعر أقل، وحأشتري على دفعات ما حأشتري دفعة واحدة، خلي السعر يطلع، وهيك بكون عملت ريكفري للوالت تبعي أو للبورتفوليو تبعي، وخلص it's done finish، ما عاد يهمني السوق صاعد أو هابط. ولكن شباب حتى الآن الترند هابط، ما في أي مومنتيوم على صعود، في ارتدادات هي بسبب شو قرب تكون القاع، ولكن ما بيمنع من وجود عزم هابط حتى الآن، يعني بنهاية اللعبة لصالح الهبوط مو لصالح الصعود حسب ما أنا شايفه من عزوم على التداول. حكينا شو المستويات لازم يكسرها حتى نقول شراء. المرة التالية بقول للمحللين العرب والأجانب، يا شباب والله نفختونا، خط ترند هون وخط ترند هون، واليوم كسر هذا الخط، وبكرة كسر هذا الخط، وبعد بكرة كسر هذا الخط، وبعدين كسر هذا الخط، وبعدين ما بعرف شو عمل هون، هلا هذا الخط كسره. يعني كم محاولة لحتى تقدروا تمسكوا ترند؟ هاي طرق بالتحليل هون لا تجدي نفعا، زيرو زيرو بروفيت، يوزليس. فخلاص بكفي، يعني صار الموضوع مسخرة، خطوط الترندات اللي عم تحطوها، التحليل الفني لا ينفع لا ينفع لا ينفع نهائيا، انتبهوا. طبعا في ناس بيقولوا التحليل الفني مصمم للأسواق المالية الأسهم، وأنه هو ينفع مع الأسهم، حتى مع الأسهم ما بينفع. تمام، كان ينفع بحالة وحيدة لما كانوا يتداولوا الأسهم بس 4 ساعات باليوم، فأصلا النموذج ما يلحق يتكون، فأغلب النماذج تكون ناجحة معهم. أما مثل هلا السوق عم يتداول بهاي فولاتيليتي و24 على 7 دايز، فصعب جدا النماذج إن أنت تحققها. فشي علم قبل السبعينات، من السبعينات او من الستينات، بسموه هو كلاسيكي، نجي نطبقه على اسواق حديثة الموضوع حيكون بصراحة صعب، وانتو شفتوا قدام عيونكم. انا افتحوا اي محلل مثل هذا المحلل هبوط البيتكوين، بدون ذكر اسماء، احنا ما بنحكي على اسم بحد ذاته، بس مرة بيعمل لي خط ترند هون، مرة بيعمل لي خط ترند هون. في شاب كمان اسمه يمكن نجاح، فتحت الفيديو تبعه، عنده قناة على اليوتيوب، في فيديو اقسم بالله وجعلي راسي من كثرة الاحتمالات، وجعلي راسي، انا ما قدرت اكمل الفيديو. انا قد صار لي داتا اناليست فوق 15 سنة، قد صار لي باحث بهذا المجال فوق 15 سنة، انا ما قدرت اتحمل او كمل اني اسمع السيناريوهات الموجودة. ممكن يطلع من هون، بده يرجع ينزل من هون، طيب ممكن هذا الاحتمال، طيب ممكن هذا الاحتمال، طيب ممكن هذا الاحتمال، طيب ممكن هذا الاحتمال، طيب ممكن يعمل هيك، ممكن اخر شيء يعمل لي خط هيك، يلي هي هذا اتجاه البيتكوين. يعني هي انواع التحليلات خلاص ما بتنفع. انا بالنسبة لي عندي تحليل بسيط جدا، شفتوا هذا هو تحليلي للبيتكوين. صعب عليك انه تقرا؟ قمة يوم 6/2، قاع يوم 6. طيب ما عدا عن ذلك، شو بيقولوا لك المحللين الفنيين؟ اذا صار هذا اذا ما نجح هذا السيناريو، فالسيناريو الثاني صار حيصير. طبعا هون بالتحليل في ناس بتسالني اذا ما صار هذا السيناريو شو بيكون عندك؟ هون بالتحليل بالذكاء الاصطناعي ما عندنا بدائل، يعني ما في اذا والله يوم 6 ما تكون قاع، معناتها انه في عندنا سيناريو تاني بده يتحقق. هذا كلام تروحوا تحكوه بالتحليل الكلاسيكي بترقيع كلامهم، يعني بحاولوا ترقيع الكلام واللف والدوران. نحن عندنا لا، اذا ما تحقق قاع وكمل هبوط التحليل فشل، البرنامج فشل، ما في عنده احتمالات، ما في سماحية له، ما في مسامحة، يا انت صح يا انت غلط، ما في اذا صار هيك حيصير هيك. صار الموضوع هون مايع، واصلا ما في داعي للبرنامج اذا بده يشتغل بالسيناريوهات، بضل على التحليل الكلاسيكي. فاذا ما تكون قاع يوم 6/6 مع فترة السماحية اللي هو محددها للبرنامج زائد ناقص 3 ايام، فانت غلط، بس very simple. فما في عندي سيناريو تاني، اذا صار هيك راح يصير هيك، او اذا صار هيك حيصير هيك. قمة يوم 2/6 اذا لو كانت ما تكونت وكمل صعود، فخلاص التحليل غلط، هذا اكس. انت عندك هاي النقطة، ببدأ قيم التحليل تبعك،
هاي نقطة بحط لك إكس، بعدين تابع التحليل تبعك حسب النموذج اللي انت عاطيني، بعدين بشوف انت كم نقطة حققت من اصل عدد النقاط الكامل كلياته، بعدين بقسمهم على بعض، بيعطيني نسبة نجاحك بتحديد مسار البيتكوين. تمام، فما في عندنا احتمالات. يعني انت تسألني طيب البيتكوين اذا اكمل مواصلة هبوط بعد يوم 6/6 شو بده يصير؟ اليوم 6/6، تمام، في عندنا فترة سماحية احنا، فاذا اكمل هبوط لبعد فترة السماحية اللي هي 9 او يوم 10، اوكي، في معنى فترة سماحية لسه، شو بده يصير عماد؟ هون ما بقدر اقول لك، لانه بكل بساطة معناها التحليل غلط، في غلط بخوارزمية البرنامج لحتى نتج معه هذا الغلط، وهو ما له مصمم انه يعطيك بدائل، ما له مصمم انه يلف ويدور، تمام، بالخوارزمية تبعه. فعنده 1+1=2، التحليل صح؟ اتس اوكي. التحليل ما له صح، يعني هو خطأ فيه. فلا تسألني إذا أكملنا هبوط بعد يوم 6/6 شو بده يصير؟ بكل بساطة البرنامج بيوقف، بيقول لك أنا ما بعرف، أنا عندي خطأ. internal error، بيعطيك رسالة مسج تحذير إنه أنا هون عندي غلط، انتهى الموضوع. شو بده يعمل؟ مو شغلته، بدك تروح تعمل له maintenance أو صيانة للخوارزمية تبعه لحتى تعرف الغلط من شو نتج. تمام؟ بس. أو تخليه يكمل بعدين بعد نهاية الموديل تبعه تقيم الأخطاء والصح تبعه، وين أخطأ وين أصاب. فما في عنا سيناريوهات، لحنا سيناريو واحد فقط. طبعا في ناس شو بيقولوا لي، لما كنت عم بحكي امبارح واحد فايت عم بتفزلك امبارح، وعملت له بلوك من القناة تبعي لأنه أنا الفزلك والكلام الفاضي ما بحبه، وقت عم بحكي أنا البيتكوين إنه احتمال إنه يهبط لهون أو يكمل لتحت، تمام، عم يقول طيب شو انت شو فرقت عن محللين فنيين؟ يا صديقي هلا حجاوبك بعد ما عملت لك بلوك، انت فيك تشوف الفيديو بس ما فيك تعلق على قناتي، لانه ما بيهمني هيك اشخاص يعلقوا على قناتي. بكل بساطة انت كنت عرفان انه عندك هبوط يوم 2، عرفان انه عندك قاع يوم 27، عرفان انه عندك هبوط يوم 8 مايو وتغير ببنية الاسواق، هيك لا انت اخذها بفضل هذا البرنامج، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا البرنامج. هل انت كنت عارفان هاي المعلومات؟ هل عارفان ان القاع المتوقع تكوينه يوم 6؟ هاي هي الفائدة تبع البرنامج. هل متخيل انه البيتكوين يعمل هذا السلوك من 8 حتى 27، بعدين نطلع 2/6، بعدين 6/6 هي بعد ما صححناها يكون هون ادنى، بعدين نكمل صعود، هل عندك تخيل لهذا الشكل؟ لا ما عندك يا بدون البرنامج. فهون اختلاف عن التحليل الفني. التحليل الفني خط ترند هون، 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 هلا او اي ارتداد بيقول لك والله هلا بالارتداد بيقول لك والله هذا خط تم كسره حنهبط، ممكن يرجع يطلع ياكل خازوق ويطلع لفوق المحلل الفني. فهذا هو الفرق بين تحليل الذكاء الاصطناعي والتحليل الفني. هل انت كان عندك هاي المعلومات لقدام؟ هل تعرف انه انت عندك هبوط يوم 2/6 قمة؟ فلا تفوت تتفزلك على القناة تبعي بكلام فاضي ما له أي معنى. فلا تقلي شو فرقك عن المحللين الفنيين، أصلا إحنا ما عندنا محللين فنيين لحتى تقارن بيننا وبين التحليل الفني، تمام؟ لحنا برانش تاني ونوع تاني من علوم التحليل. أوكي شباب، بنهاية أتمنى جميع التوفيق وتحياتي عماد جان.